نيجي للسؤال المهم، هل الجلوكوفاج بينزل الوزن وهل ينفع يستخدم كدواء للتخسيس؟ الجلوكوفاج من الحاجات اللي عليها ابحاث كتيره انها صحيح بتنزل الوزن، ولكن نزول بيكون بسيط جدا، وعشان الاثار الجانبيه ما ينفعش نستخدم الجلوكوفاج كدواء للتخسيس، وخاصه مع وجود ادويه تانية زي الاورلستات فعاله بشكل كبير جدا في تنزيل الوزن، وفي نفس الوقت ملهاش الاثار الجانبيه ديت. نتمنى نكون قدمنا لحضراتكم معلومه مفيده عن دواء الجلوكوفاج، ونتمنى لحضراتكم كل صحه وعافيه، وما تنساش تتفرج على باقي حلقات علاج سكر الدم على قناة صحتك في 5.